السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سمح عمر بطغيش، سنة ثانية طب جراحة بجامعة أم القرى. بإذن الله اليوم هشرح لكم شابتر 3 الذي يتحدث عن قوانين نيوتن للحركة. بإذن الله هذا الشابتر يكون ممتع وسهل بالنسبة لكم بإذن الله. طبعا في هذا الفيديو حنتحدث فقط من هذا الشابتر عن ثلاثة مصطلحات أساسية بإذن الله. أول مصطلح بيتحدث عن الفورس، القوة. حنأخذ أنواع القوة اللي هي الفيلد فورس، قوة المجال أو القوة التي لا تشترط التلامس، وحنأخذ أيضا الكونتاكت فورس اللي هي قوة التلامس أو الاتصال. حنأخذ الويت اللي هو الوزن، حنأخذ الماس اللي هي الكتلة والفرق بينهما بإذن الله. نبدأ. نيوتن's laws of motion. أول حاجة حنتعرف عن ما هي القوة. القوة هي عبارة عن القدرة على إنتاج موشن، القدرة على إنتاج حركة. يعتبر كده إني أنا بذلت قوة أو إني أغير من حالة الجسم، الأوبجكت ده أغير من الستيت أوف موشن تبعه، أغير من حالته الحركية. يعني مثلا هذا القلم دفعته بيدي، يدي تعتبر قوة، دفعته فأنا غيرت كده من حالته، هو كان ساكن هنا، أنا غيرت من حالته جعلته متحرك. فأنا لما غيرت من حالته هذه أو من الحالة تبعه اعتبر كده إني أنا بذلت قوة عليه، بالتالي تعتبر القوة هي إنتاج حركة. أو أغير من حالة الجسم الحركي، يعني أغير من حالته، يعتبر كده إني أنا بذلت قوة عليه. طيب يعتبر أيضا الفورس، القوة، تعتبر فيكتور كوانتيتي. إيش يعني فيكتور كوانتيتي؟ يعني كمية متجهة. يعني إيه برضو؟ يعني لما أصف الفورس أصفها مقدارا واتجاها، مقدارا واتجاها. طيب أنا عندي أساسا الكميات الفيزيائية نوعين، كميات قياسية وكميات متجهة. الكميات القياسية تسمى scalar quantities، والكميات المتجهة تسمى vector quantities. طيب الكميات القياسية اللي هي scalar quantity، هذه الكميات لا أستطيع وصفها اتجاهاً، فقط توصف مقداراً، فقط توصف مقداراً. يعني مثلاً الزمن، هل يصح إني أقول الساعة اثنين ونص مثلاً شمالاً، الساعة 2:30 شرقاً؟ لا، بالتالي فقط توصف مقداراً، يعني رقم محدد. مثلاً درجة الحرارة، هل أستطيع قول مثلاً درجة الحرارة 37 سلسيوس جنوباً؟ ما يصح. إذا هذه الكميات القياسية لا توصف إلا مقداراً، رقم معين محدد. الكميات المتجهة لا، توصف مقداراً واتجاهاً، تسمى الفيكتور كوانتيتي، توصف مقداراً واتجاهاً. يعني مثلاً لما بتحدث عن السرعة فأقول سيارة تحركت بسرعة 70 مثلاً كيلومتر لكل ساعة شمالاً، فهنا 70 هذه تعتبر مقدار، بينما شمالاً تعتبر اتجاه. فبالتالي هذه الكميات الفيكتور كوانتيتي توصف مقداراً واتجاهاً، مثل الوزن، القوة، السرعة، التسارع، الإزاحة. طبعا الوزن هو القوة نفسها، الوزن هو قوة الجاذبية الأرضية. فبالتالي الوزن، القوة، السرعة، التسارع، الإزاحة، جميعها توصف مقدارا واتجاها. بالنسبة للكميات القياسية scalar quantity التي توصف مقدارا فقط، عندنا مثلا الطول، الزمن، درجة الحرارة، الكتلة، الكثافة، الطاقة، المساحة، الحجم، وممكن أقول عن الطاقة الشغل. جميع هذه الكميات قياسية توصف مقدارا فقط. بعض الأحيان في بعض الكتب أو السلايدات نلاقي إنه الحرف يعني إيه رمز الكمية. مثلا عندي التسارع رمزها إيه؟ رمزها اسمول، اللي هو تبع اللي اسمها الاكسلريشن، فرمزها اسمول. بعض الاحيان نلاقي فوقها سهم، او نلاقيها بخط عريض، او نلاقي تحتها اي شرط. هذه كلها دلائل ان هي كميه متجهه، ممكن مو لازم الايه
التسارع فقط أي رمز يضع عليه هذه العلامات اللي هي سهم خط عريض أو بخط عريض يعني أو تحت خط دليل إن هي كمية متجهة. طيب نكمل. جاهنا قال إنه الـ unit of force is newton، يعني وحدة قياس القوة نيوتن، هذه اللي نحن عارفينها العالمية الدولية اللي كلنا عارفينها نيوتن. لكن أنا ممكن من خلال حفظ القانون نيوتن أستنتج وحدة أخرى اللي للقوة تكافئ نيوتن، يعني مثلاً الآن أنا حافظة من قوانين نيوتن أن الـ F تساوي M A، M الكتلة، A التسارع أو التسارع، أو ممكن بدل الـ A ألاقي شيء A أو G كلهم تسارع على اختلاف أنه G تسارع على الجاذبية الأرضية. طيب الام انا عارفة انه الام الكتلة دائما الوحدة القياس تبعها المتعارف عليها هي الكيلو جرام. بما انه هنا العملية ضرب بين الام والاي بين الكتلة والتسارع، اذا اضع نقطة الاي دائما التسارع ايش وحدته؟ متر لكل سكند تربيع. اذا هذه وحدة أخرى للقوة استنتجتها من خلال حفظي لقانون القوة تكافئ هذه الوحدة نيوتن، هي نفسها نيوتن بالضبط. بعض الأحيان طبعا تنكتب هذه الوحدة بطريقة أخرى، يعني هي أساسا كيلو جرام في متر، صح؟ السكند تربيع، هذه الشرطة دليل على إنها قسمة، فبعض الأحيان يحطوها كده ويكتبوها بطريقة تانية. الآن هذه بعض الأحيان يكتبوها بطريقة تانية، يعني ما يبغوا هذه العلامة، ما يبغوا قسمة. فلما الآن أطلع الإس تربيع هذه فوق، السكن تربيع فوق، طبعا هذا الأس يجب أن يكون بالسالب، فتكتب بهذه الطريقة كيلو جرام في متر، هذه ما تتغير اللي في البسط، اللي بيتغير إني هذه طلعتها فوق، يعني تخلصت من هذه العلامة الشرطة اللي هي دليل على إنه القسمة، خلصت من هذه العلامة. طيب فتصير كيلو جرام في متر، ما حنقول لكل، ما حنحط هذه الشرطة، لا حنحط نقطة سكند سالب 2، حتكذب بهذه الطريقة. بعض الأحيان يكتبوها بهذه الطريقة، يعني ما يكتبوها، هذا هو نفسه ده، ولكن هنا بدل ما خلوها قسمة جعلوها ضرب وحوّوا وخلوا الأس سالب. شد يعني لازم إنه يكون الأس سالب لما أطلع السكند فوق. طيب حنتعرف الآن على أنواع القوة. أنا عندي أنواع القوة نوعين، قوة المجال الفيلد فورس والكونتاكت فورس، قوة التلامس. طبعا هما قوة، يعني المصطلحين متعاكسين. قوة المجال هي القوة التي لا تحدث ولا يشترط لحدوثها تلامس الجسمين أو السطحين، أو لا يشترط لحدوثها تلامس. force that acts through empty space، يعني تؤثر في الفراغ، لا تشترط لحدوثها تلامس الجسمين، زي الجرافيشنال فورس اللي هي قوة الجاذبية الأرضية، زي الإلكتريك فورس قوة الكهربائية، زي الماغنيتيك فورس القوة المغناطيسية. هذه القوة لا تشترط لحدوثها تلامس، عكسها تماما الكونتاكت فورس. الكونتاكت فورس هذه acts through، تؤثر خلال a contact point or surface، يعني لازم تكون في نقطة اتصال بين جسمين، أو إنه السطحين يكونوا إيه، أو إنه الجسم يكون ملتصق بالسطح أو ملامس للسطح. فلازم يعني لحدوث هذه القوة يشترط التلامس أو الاتصال. مثال على القوة التلامس البوشينج أو بولينج، السحب أو الشد، قوة الاحتكاك الفريكشن فورس، تحدث لما يحدث احتكاك بين السطح والجسم أو السطحين مع بعض، فلازم يكون في نقطة تلامس، في تلامس. tension on a string، الشد في الحبل،
الرياكشن فورس اللي هي قوة رد الفعل. قوة رد الفعل لما تحدث يجب أن يكون الجسمين متلامسين أو يعني مصطدمين في بعض، المهم أنه حدث بينهم إيه؟ تلامس عشان تحدث هذه القوة اللي هي قوة رد الفعل. بعض الأحيان لما يكون عندي في الجسم نفسه قوتين، يعني عدة قوة، قوتين ثلاثة أربعة تؤثر في الجسم، وأردت إيجاد النيت فورس. إيش يعني نيت فورس؟ يعني محصلة القوة، محصلة القوة يعني القوة الكلية. فأنا أعمل إيه؟ أعمل جمع لهذه القوة. كيف؟ فمثلا لو عندي مثلا مثلا نقول اف واحد، مثلا اف اثنين، اف ثلاثة، هذه عدة قوة مثلا تؤثر في صندوق او اي جسم. اردت ايجاد النت فورس، وبعض الأحيان يسموها الريزلتنت فورس، يعني القوة الناتجة أو القوة الكلية أو محصلة القوة، كلها معناها واحد. إيش معناها؟ معناها سم يعني أجمع، سم of the individual force، يعني أجمع هذه القوة المفردة. يعني مثلا أقول طبعا رمز الجمع دائما سيجما اف، فاقول سيجما اف تساوي اف واحد زائد اف اثنين زائد اف ثلاثة، فكده انا جمعت ايه؟ كل قوة فردية على حدة جمعتهم، فهذا اللي هو اسمه نيت فورس اللي هي محصلة القوة، او يسموها الريزلتنت فورس، القوة الناتجة او الكلية يعني. طيب نكمل. سنتحدث الآن عن تقريبا آخر نقطتين اللي هم الوزن والكتلة. مع الأسف الشديد إلى الآن في ناس تلخبط وما هي عارفة إيش الفرق بين الوزن والكتلة. الفرق بين الوزن والكتلة فرق كبير، يعني كل مصطلح يصف شيء آخر. الوزن والكتلة، أول حاجة إن على حسب الجدول اللي يعني قلت لكم هو في البداية اللي هي الكمية الفيزيائية، كمية متجهة أو كمية قياسية، فقلنا إنه الوزن هو القوة، بالتالي الوزن كمية متجهة، الفيكتور فيكتور كوانتيتي، لكن الكتلة كمية قياسية سكيلر كوانتيتي، قياسي متجه. ايضا الوزن ما هو الوزن؟ الوزن هو عبارة عن الجرافيشنال فورس، قوة الجاذبية التي تؤثر على الجسم بواسطة الارض، هذه هي الوزن، قوة الجاذبية الارضية، فهي عبارة عن جرافيشنال فورس، هي قوة الجاذبية. الوزن هي قوة الجاذبية، لكن الكتلة هي مقدار ما يحويه الجسم من مادة، هو الكتلة، فهي عبارة عن quantity of matter، يعني كمية المادة، أو ممكن أقول مقدار ما يحويه الجسم من مادة. طيب أيضا الوزن، أنا لو وزني الآن مثلا على سطح الأرض مثلا وزني 50، وزني على سطح القمر مختلف تماما، فالوزن يتغير، يعني وزني على سطح الأرض مختلف عن وزني على سطح القمر، مختلف عن وزني على سطح مثلا كوكب مثلا زحل، فمختلف تماما، إذا الوزن يتغير بينما الكتلة ثابتة، الكتلة ثابتة في أي زمان ومكان، الكتلة ثابتة لا تتغير. الوزن طبعا كلنا عارفين الوزن هو، قلت لكم نفسه هو القوة، الوزن هو القوة، بالتالي إيش هو الوزن؟ من قانون القوة لنيوتن، الوزن هو عبارة عن M في G، هذا هو الوزن، M في G،
طبعا ما ينفع اقول الوزن ام في ايه، لانه الوزن هو قوه الجاذبيه الارضيه، بالتالي المؤثر هو ايه؟ الجاذبيه الارضيه. بالتالي الوزن هو ام في جي، هو نفسه لو قلت اف تساوي ام جي هي نفسها الوزن. طيب هذا قانون الوزن. طبعا بالتالي خلاص انا عارفه قانون الوزن وعارفه ان الوزن هو نفس القوه، بالتالي ايش حتكون الوحدات؟ الوحدات نيوتن او كيلو جرام في متر لكل سكند تربيع. واضحه؟ بالنسبه للكتله، الكتله انا مثلا ماني عارفه قانون الكتله، من خلال هذا القانون استطيع ايجاد الكتله. يعني انا عندي دبليو تساوي ام في جي، انا ابغى ام، أضع في كلا الطرفين، أقسم كلا الطرفين على جي، فأتخلص من جي في هذا الطرف، يبقى عندي إم تساوي دبليو على جي. فكده أنا أوجدت قانون الكتلة من خلال قانون الوزن، فأقول إم تساوي دبليو على جي. طبعا الكتلة دائما تقاس بوحدة الكيلو جرام، هذا هو الفرق بين الوزن والكتلة. طيب نيجي نشوف ونقرأ. بيقول إنه الوزن هو gravitational force exerted to أثر بواسطة الأرض على الأوبجكت الجسم. إيش اسمه؟ إيش قانونها؟ W تساوي M في G. طبعا شيء كلنا عارفين، تسارع الجاذبية الأرضية ثابت 9.8 متر لكل سكن تربيع. طبعا الوزن زي ما قلنا vector quantity، كمية متجهة، يعني توصف مقدارا واتجاها. ايش وحداتها؟ وحداتها نفس وحدة القوة، نيوتن او كيلو جرام في متر لكل سكن تربيع. او ممكن ايه اتخلص من هذه واطلع السكن تربيع فوق، بالتالي حتكون متر في سكند اس سالب اثنين. طيب الكتلة ايضا قلنا عبارة عن ايه؟ quantity of matter، يعني ايه؟ يعني كمية المادة. طيب ايش هي قانونها؟ قانونها ام تساوي دبليو على جي. ايش وحدتها؟ وحدتها الكيلو جرام. طيب طبعا باذن الله الحصه الجايه حناخذ الكثافه، وايضا حنتحدث عن بعض المواضيع ان شاء الله باذن الله. طيب انا عندي سؤالين عشان نشوف ونقيس فهمنا للموضوع. بيقول لي السؤال الاول، امان رجل هو يزن 1000 نيوتن، هذا وزنه على الارض on the earth. ايش يبغى؟ يبغى الجرافيشنال ماس. يعني يبغى ايش جرافيشنال ماس؟ يعني كتلته، يبغى الكتلة تبعه. طب انا كيف اطلع الكتلة تبعه؟ من قانون الكتلة. انا حافظة انه الكتلة ام تساوي دبليو على جي. طيب دبليو اعطاني هي في المسألة، قال لي انه وزنه 1000، وانا حافظة انه الجي 9.8، فأخذ الآلة الحاسبة وأكتب العملية 1000 على 9.8 يطلع لي الناتج 102، فحيكون كتلته 102. طيب حتى لو راح سطح القمر برضو كتلته 102، لو راح زحل أي كوكب كتلته 102، الكتلة لا تتغير. طيب الآن على سطح الأرض وزنه إيه؟ وزنه 1000. طب نشوف في هذا السؤال، قال the same man، نفس هذا الرجل لكنه على القمر، على المون. أوكي أعطاني تسارع الجاذبية في إيه؟ في القمر. تسارع الجاذبية في القمر 1.62 متر لكل سكن تربيع. يبغى إيه؟ يبغى الوزن. حتقولي لي الوزن 1000، حقول لك خطأ، هناك على الأرض وزنه 1000، لكن هنا على القمر حيختلف تماما لأنه الوزن يتغير. بالتالي أنا عارفة إنه الوزن W تساوي M في G. طيب M طلعتها هنا 102 وما حتتغير، على الأرض على القمر ما حتتغير، والجي أعطاني تسارع الجاذبية على القمر كم؟ 1.62. نقول تساوي، ونيجي نحسب 102 في 1.62 يطلع لي الناتج 165.
65. طبعا لازم انتبه للوحدات، هنا طالب وزن، فبالتالي حتكون ايه؟ حتكون نيوتن، او ممكن كيلو جرام في متر لكل سكن تربيع. هنا طالب ايه؟ كتلة، اذا حتكون كيلو جرام. فبعض الاحيان التفاصيل البسيطة هذه عليها درجات كبيرة، فلازم ننتبه ليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.